ثلاث مجموعات، وكل مجموعة لديها نشاط لأركان الإسلام. الآن معنا التعلم الجماعي، تعلم المجموعات. معنا المجموعة الأولى، المجموعة الثانية، المجموعة الثالثة. يعني بدأ ما تفعلوا في النشاط، ضع دائرة حول أركان الإسلام. معنا أكثر من حاجة، لحظة، أكثر من صورة. المطلوب منك تضع دائرة حول أركان الإسلام فقط، الخمس أركان الإسلام. يلا ابدأ، ضع دائرة حول أركان الإسلام. يلا تشاوروا، يلا كملنا. وماذا شهادتان وماذا؟ أيوة يلا أركان الإسلام. ما قلنا إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت، إقامة الصلاة. ممتاز. ها ها ها، هل الحجاب من الصلاة من أركان الإسلام؟ ركز، الذهاب للمسجد أركان الإسلام. ركز ركز، ما هي أركان الإسلام؟ الشهادة، إيتاء أين إيتاء الزكاة؟ ممتاز يلا. صوم رمضان، أين صوم رمضان؟ هذه إقامة الصلاة. يلا إقامة الصلاة، ضع دائرة. أين صوم رمضان؟ أين هلال الشهر؟ يلا صوم رمضان. امسح المسجد والبنت. ها أول مجموعة كملت، مجموعة نصر، مجموعة البنات ها كملت. كنا الشهادتان، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، وحج البيت. باقي واحدة، باقي ركن. أيوة إقامة الصلاة. هل الحجاب والقرآن من أركان الإسلام؟ أنا قلت لكم لا مسحين. ثاني مجموعة كملت، مجموعة البنات. آخر مجموعة شوف، ثلاثة كلهن، أنا كلهن أركان الإسلام، كلهن أركان الإسلام. هذه أركان الإسلام، ما هي أركان الإسلام؟ قولوا لي، قولوا لي. عددون عددون، الشهادتان، أيوة إقامة الصلاة، حج البيت، الشهادتان، إيتاء الزكاة، وإيش؟ وصوم رمضان. يعني هؤلاء الثلاث غلط، امسحون. ها كملنا، باقي امسحي هذا والمسجد. خلاص يا أول أسمعك وأتصفيك أنفسكم.